لما خلينا ننتقل الآن إلى الأزياء، يعني اللي هو طبعا اليوم عندك الكثير من الماركات العالمية، أديداس، نايكي، أندر أرمر، كلها اليوم يعني تسعى لرعاية الأولمبيات أو كأس العالم، لما لها طبعا من مردودات مادية وتسويق. اليوم خلينا نركز على، يمكن ذكر ليث، مشاركة البلدان المختلفة، كيف يتم التنسيق بين الموروث الثقافي للدولة مع الكوستيوم أو اللباس الرياضي في الأولمبياد مثلا؟ رح يكون يا لما أكبر عرض أزياء بكرة عن جد. هلأ امبارح أطلع على الفيديوهات، شوف في سباق بالأزياء، بس اللي ربحت المرتبة الأولى ورح تتفاجأ منغوليا. منغوليا اليونيفورم اللي طلعوا فيه كل التفاصيل، مفكرين فيه هم أختين من منغوليا وبيدمجوا ما بين العصري وما بين التراث بكل التفاصيل، حتى بالحلاق، حتى بالشنط اللي حملوهم، حتى بالأحذية. اللباس كان روعة، تفاصيل فيه كل تفاصيل للأولمبياد. هلأ كان في اعتراض بسيط من الناس إنه حطوا بالإنجليزي شوي، إنه ليش ما حطيتوا اللغة المنغولية، بس إنه هالقد اللباس كان رائع، يمكن عشان انتشار أكبر، مشان الناس أكيد عشان يقرأوا بموضوع دقيق بالضبط. بس كل الدول اهتمت بالتراث، مين كمان غير منغوليا؟ اللي كتير هايتي. هايتي هي مصممة بإيطاليا، بس استخدمت رسام هايتي يرسم الطبقة، كتير حلو يعني، في هيك تاتش. المغرب مع انه انتقدوها انه كان ممكن اللباس المغربي القفطان وهيك، لا استخدموا الجاكيتات البليزرز، بس حطوا عليها النجمه المغربيه الخضراء. شو حلو، كتبوا اسماء اللاعبين جوا بالسترات تبعت اللاعبين. هي كلها تنباع بعدين كازياء، مزاد علني يا سمر. اكيد بعدين مزاد. هلا بالنسبه للبراندات سمر، طبعا برلوتي بفرنسا وحط التاتش تبعته اللي هي تدرج الالوان. هلا بالنسبه لي الساتان شفنا هيك بالضبط. الحلو انه جمعوا بين الازياء والرياضه بعام. أيوة. هي تصميم كارين رافلد اي ثينك هي اللي عملت الترند الان، انه ملابس ماشي مريحة. ماشي رالف لورين هلا مع بامريكا، هو من زمان زي الامريكي، زي الامريكي. ما حسيت فيه ابداع كثير، بس انه الاسم وامريكا كان هيك شيء بسيط بيلتبس وبينشر. اللي كثير حبيت لولو ليمون بكندا، لأنه الماتيريال المستخدمين هالأقمشة هي طبعاً ضد التعرق، حتى الـ شو اسمه التنسيق تبعهم كان كتير حلو، فكتير كان في أشياء تلفت النظر وبتشوفي كان في إبداع فيهم. عادة السباحة في الماء دائماً تكون أزياءهم حلوة ومميزة، والجمناستيك والألوان تبعتهم. على كل حال، مثل ما قالت لما، من بين مختلف الأزياء المختلفة للبعثات الوطنية المختلفة، خطف الزي المنغولي الأضواء عبر منصات التواصل بسبب تطريزه المتقن وتفاصيله المميزة والمعبرة عن هوية بلدهم. نتابع هذا الإعلان. والآن إلى فضائح الريان في الأولمبياد. تفضل يعني الريان. يا ليت دي ما مقدمة. أنا أعترض. فضائح الريان معناه ما عندك معلومات عن الفضائح. تمام. بمين بنبدأ؟ شو الفضائح؟ خلينا نبدأ بالمنتخب الزامبي، طالما هم اليوم أول يوم بتنطلق فيه منافسات كرة القدم النسائية، لكن المنتخب ده عنده مشكلة يا جماعة. اللاعبات يعني هم شكوا بأنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل مدربهم. طبعا يعني الحادثة بترجع للعام الماضي، في لاعبة اشتكت واللاعبات يعني انضموا لها وكانوا ضد المدرب. حاليا القرار اللي طلع، بدي أقاطعك شوي ريان، غريب انه هذا يعني المتحرش من السنة الماضية، طب ليه بعده؟ بالضبط ما في غيره يعني، هو ما ده الغريب، ما هو ده الغريب. وهم حاليا الاتحاد بيقول انه ما في طريقة لتغييره، لانه ما في زمن طبعا يعني بدأت الأولمبياد طبعا اكيد، لكن حيواصل التحقيق وفي نفس الوقت حيواصل التدريب، لكن في مكان عام أو مفتوح، يعني ما حينفرد باللاعبات لوحدهم، يعني لازم يكون محضور من قبل ناس آخرين. موضوع خطير على فكرة صراحة،
أيوة أيوة. مقزز الموضوع بصراحة جدا جدا، يعني حاجة مؤسفة ومؤلمة. وانت قبل حكيت عن الأمن، رغم الأمن اللي انت تكلمت عنه، في حوادث وفضائح كثيرة حصلت في فرنسا، يعني رغم كثافة الأمن. يا ليت، ما بعرف الكلام ما حيرضيه ما حيرضيه أكيد. يعني هي سائحة أسترالية تعرضت للاغتصاب من قبل 7 رجال. هذا موضوعنا الثاني. ده الموضوع الثاني، 7 رجال. وكمان يعني البعثة الأسترالية تعرضت للسرقة، فريق إعلامي كامل، يعني سرقة واغتصاب وغيرها من الحوادث. هم حاليا يعني شعروا كأنما في استهداف اليوم، فالبعثة بتنصح بأنه ما يرتدوا الزي الأسترالي الرياضي عشان ما يطلعوا أو ما يطلعوا بمفردهم. يعني دائما بالأحداث الكبيرة العالمية اللي بتصير إلا لا يخلى الأمر من هيك حوادث للأسف. مع أنه قدي حكينا سيكيورتي طبعا، وانت بتستعرض يا ليت. للأسف يعني أنه هيك بصير دائما، بس أنه حسوا أنهم مستهدفين، هذا بيخوف طبعا. بس برضو عندك ضحية أخرى من بريطانيا بتوقع بدك تحكي عنها. طبعا هي فارسة وبطلة، شارلوت دو جوردان. طبعا هي متوجة ل3 دورات متتالية أولمبية، أو آخر 3 دورات. طبعا طلع فيديو لها إنها بتضرب حصانة 24 مرة يا جماعة، 24 مرة، يعني جلدة تجلد. أيوة جلد. حاليا بيتم التحقيق معها، وتقريبا صدر قرار بمنعها ل6 أشهر من المشاركة. طلعت واعتذرت في وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إنها بالعادة ما بتعامل الأحصنة أو الخيول بالطريقة دي، يعني بس هذا الحصان بالذات. يعني على كل حال هاي كل الحكينا مهم، بس أول شيء في عنا ما ننسى شغلة، الأولمبياد اللي صارت تصير في باريس بكرة، افتتاح الأولمبياد، هي الدورة 33 33، ورح تنطلق من ضفاف نهر السين عند غار أو محطة قطار أسترليتس لمدة 6 كيلومتر كما ذكرنا قبل قليل. ورح تكون أول المنطلقين هي اليونانيين، لأنهم هي هذا البلد أول من انطلقت فيه الألعاب الأولمبية، ومن ثم وبعد ذلك الفرنسيين. ولكن رح يكون هناك ألعاب ضوئية عند وصول جميع المنتخبات عند برج إيفل ومنطقة روكاديرو في المنصة الرئاسية. شكرا لكم. شكرا جميعا. شكرا جميعا. شكرا شكرا. Thank you.